تحية طيبة أيضا لزميلتي إيمان ومشاهدي قناة الشارقة الرياضية مباشرة من نادي الشارقة. هنا نعيش وإياكم النسخة الأولى من البطولة الدولية لبطولة الشارقة الدولية للكاراتيه التي تشهد ما يقارب 1000 لاعب ولاعبة من 32 دولة، وذلك بتنظيم من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبرعاية من سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وبإشراف أيضا من مجلس الشارقة الرياضي وتعاون مع طبعا مع الاتحاد الإماراتي للكاراتيه. البطولة تعتبر مميزة جدا، خاصة وأن رياضة الكاراتيه ستكون على موعد مع الأولمبياد لأول مرة من خلال أولمبياد طوكيو المقبلة 2020. سعيد جدا أن يحضر معي واحد من الشخصيات المميزة جدا في مجال التنظيم لهذه البطولة، رئيس لجنة السيد عبيد العسيم السويدي، عضو لجنة المنظمة ورئيس لجنة المنظمة لهذه البطولة. سعادة عبيد، سعداء جدا بتواجدك معنا من خلال هذه البطولة وبحضور مميز لمختلف الفرق المشاركة وبالحضور الجماهيري أيضا هنا في القاعة. لو نتحدث بصفة عامة حول الأجواء التنظيمية لهذه البطولة، أنتم ما هي قراءتكم الأولى بالنسبة لهذه البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لتغطية هذا الحدث، وما شاء الله على قناة الشارقة الرياضية ما مقصرين في جميع الفعاليات على مستوى الإمارة وعلى مستوى البطولات الدولية. طبعا البطولة هذه تعتبر البطولة الأولى، بطولة الشارقة الدولية المفتوحة للكاراتيه برعاية سيدي نائب حاكم إمارة الشارقة الشيخ سالم بن عبد الله بن سالم القاسمي. عدد المشاركين تجاوز 1000 لاعب ولاعبة، عدد الدول المشاركة 32 دولة من دول العالم. البطولة جميع الفئات العمرية وجميع الأحزمة، وبيشارك فيانا إن شاء الله في هذه البطولة 60 حكم من جميع دول العالم. الحمد لله قدرنا أن نستقبل وفود على الأيام اللي طافت، والحمد لله اليوم بدينا الوزن وبدأت البطولة تقريبا الساعة 10 الصباح ومستمرة إن شاء الله لين يوم الأحد. أستاذ عبيد، باعتبارك تشرف على أيضا على اللجنة المنظمة لهذه البطولة، حفل الافتتاح سيكون بداية من الساعة 6 مساء، هل لنا بعض تفاصيل هذا الحفل؟ نعم، بيكون في حفل افتتاح برعاية الشيخ عبد الله بن سالم نائب الحاكم، وحضور عدة شخصيات من الاتحاد الإمارات ومن الاتحاد الدولي. طبعا هاي البطولة في تعاون مع الاتحاد الجورجي في تنظيم البطولة، إن شاء الله بيكون حفل افتتاح رائع إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا جزيلا زميلي علي. كان هذا سعادة عبيد العاسم السويدي، عضو لجنة المنظمة ورئيس اللجنة المنظمة لهذه البطولة. يحضر أيضا معي السيد ممثل اتحاد الإمارات للكاراتيه من الجانب الشؤون الفنية حبيت شامس، سعداء جدا بلقائك عبر قناة الشارقة الرياضية لنتحدث بالدرجة الأولى حول الجوانب الفنية بالنسبة لهذه البطولة، باعتبارك ممثلا للجنة الفنية شؤون الفنية الاتحاد الإماراتي للكاراتيه. نتحدث حول بطولة لأول مرة تقام في إمارة الشارقة، ماذا يمكن أن تقدم أو كيف يمكن أن يستفيد منها الرياضيين الإماراتيين من الشق طبعا الكاراتيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا لكم قناة الشارقة الرياضية على تغطية هذا الحفل أو البطولة الدولية. إحنا في اتحاد إمارات الكاراتيه برئاسة اللواء ناصر وأعضاء مجلس إدارة يشرفنا الإشراف الفني على هذه البطولة. البطولة اللي في نسختها الأولى نجحت قبل ما تبدأ بأعداد الدول المشاركة، بأعداد اللاعبين المشاركين، التنظيم من أفضل التنظيم يمكن نشوفه في البطولات الدولية. كذلك البطولة هاي يعني فرصة كبيرة لأبناء إحنا، أبناء المواطنين والإخوان اللي سواء من المقيمين أو الوافدين في البطولة في الدولة إن يشاركون في هذه البطولة بهذا الحجم. وهذا يدل على جهود الإخوان في مجلس الشارقة الرياضي في جعل إمارة الشارقة كعاصمة لرياضات الدفاع عن النفس. هذه البطولة في نسخة الأولى والله الحمد نجحت، وإن شاء الله في نسخات الجاية إن شاء الله بتكون أفضل وأفضل إن شاء الله، وهذا يصب في مصلحة اللعبة والرياضيين والإمارة والدولة بشكل عام. خاصة أستاذ حميد أن البطولة كما سبق وأن ذكرنا 32 بلد مشارك، 1000 لاعب،
وبالتالي تمثل قيمة فنية كبيرة جدا، خاصة من جانب احتكاك لاعبينا مع لاعبي المنتخبات الأخرى والفرق المشاركة الأخرى. نعم طبعا، اللي يميز البطولة هاي ان فيها مراحل سنية صغيرة، يعني تبدأ من 6 سنوات لفئة الرجال. هاي الفئة دائما يعني الفئة مستهدفة، هم هاي الفئة راح تكون يعني هم أبطال المستقبل يشاركون في هاي البطولات. وطبعا جميع أولياء الأمور سواء كانوا في الإمارات أو خارج دول الإمارات يحبون يهتمون في أولادهم، يحبون يشاركون في بطولات يعني بهالمستوى، بحيث أنه يقدرون بعدها بعد فترة يكونوا من ضمن اللاعبين المصنفين، بحيث أنه يقدرون يشاركون في بطولات السيريس إيه وبطولات البريمير ليج إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا على كافة هذه المعلومات، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. زميلي علي، يحضر معي أيضا الأستاذ أيوب محمد حسين نشكري، ممثل الجوانب الإدارية في الاتحاد الإماراتي للكاراتيه. سنتحدث أيضا معه حول جوانب أخرى متعلقة بهذه البطولة. أستاذ أيوب، سعداء جدا باستضافتك عبر قناة الشارقة الرياضية، ونحن في هذا الصالح الرياضي المميز هنا في إمارة الشارقة. لو تحدثنا أكثر حول الجوانب الإدارية، كيف كان التنظيم لهذه البطولة، وأيضا كيف كان التنسيق مع الاتحادات منتخب الفرق المشاركة في هذه البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أنا أشكركم على تغطية هذا الحدث، وأتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الأخوة في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والأخوة في نادي الشارقة الرياضي وإداد العاب الفردية على تميزهم بتغطية وتنظيم هذا الحدث الرائع. طبعا هذه النسخة الأولى، وأيضا أتوجه بجزيل الشكر إلى اتحاد الإمارات للكاراتيه، والذي صراحة يعني وفر كل متطلبات نجاح هذه البطولة. أي نعم هناك بعض الشباب، لكن إن شاء الله نحن استطعنا بوجود وتعاون نادي الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الدفاع عن النفس واتحاد الإمارات للكاراتيه أن نتخطى هذا الشيء. اليوم مثل ما أنتم شايفين يعني الكاميرا أو الصورة هي تعكس مدى نجاح هذه البطولة ومدى روعة هذه البطولة. اليوم عندنا احنا في هذه البطولة فقط اكثر عن 50 أو 60 حكم دولي يحكمون في هذه البطولة، شعاراتهم دولية. عندنا اليوم رئيس لجنة حكام الاتحاد العربي للكاراتيه تفضل مشكورا بقبول دعوتنا والتواجد بإدارة تحكيم في هذه البطولة. ايضا اليوم انت تشوف عدد الدول المشاركة اكثر عن 30 دولة. هنا رسالة نحن نحب نوجهها للجميع عبر إذاعتكم الموقرة أو تلفزيون الشارقة الرياضي أو إذاعة الشارقة الرياضية. اليوم دولة الإمارات نحن الحمد لله نتميز بسمعة جيدة في التنظيم والإدارة، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله ونرجو تحقيق الهدف أو الخطة الاستراتيجية اللي تبنتها مجلس الشارقة الرياضي بإثر خطتها الاستراتيجية، أن تكون الشارقة إن شاء الله وجهة لرياضات الدفاع عن النفس في دولة الإمارات وفي الوطن العربي إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ أيوب. شكرا. مشكور. شكرا جزيلا. زميلي خالد، قبل الختام أيضا يحضر معي الأستاذ محمد سعيد، المدير التنفيذي الاتحاد الجورجي لرياضة الكاراتيه، المشارك في هذه البطولة. أستاذ محمد، بالمختصر ما هي أهمية مشاركتكم في هذه البطولة وإلى ماذا تطمحون؟ مشاركتنا في بطولة الشارقة الدولية الأولى للكاراتيه ده شرف طبعا لينا هنا بمثل منتخب جورجيا الكاراتيه. الإمارات طبعا من الدول الهامة على مستوى العالم في التنظيم في كل الأحداث الرياضية، فشرف لينا كبير إن احنا نشارك في بطولة بهذا الحجم وهذه المشاركة وهذا التنظيم الجيد. وشكر خاص لأستاذ أحمد العريس رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بدعوة المنتخب الجورجي وبعض المنتخبات. شكرا جزيلا. مشكور. تحضر معي أيضا واحدة من المشاركات في هذه البطولة قبل ختام المنافسات، باعتبار أن حفل افتتاح سيكون بعد حوالي ساعتين عن الزمن هنا في القاعة. تحضر معي ناتاليا، واحدة من المدربات المشاركات في هذه البطولة من دولة كازاخستان. ناتاليا، good evening. What's your feeling to be here and to participate with like a big competition here in Sharjah? Firstly, I want to say very thank you. So thank you because best organization, very happy children because first start age 8. It's very small baby. So beautiful Sharjah club. I'm first time in Sharjah. I love this place. Best city, best people, organization good. Level karate good. Thank you so much. Thank you very much. زملائي الأفاضل علي وإيمان، المدربة الكازاخستانية
ناتاليا تؤكد حول التنظيم الجيد لهذه البطولة وتبرز مجددا إعجابها الكبير بإمارة الشارقة خصوصا بنادي الشارقة لرياضة الدفاع عن النفس. كما شاهدنا وكما تابعنا من خلال تصريحات مختلف المسؤولين الواقفين على والصاهرين على إخراج أحسن نسخة لبطولة الشارقة الرياضية للكاراتيه في نسختها الأولى دولية بمشاركة 1000 مشارك ولاعب ولاعبة من الجنسين طبعا و32 دولة. عودة إليكم مجددا في الاستوديو زملائي الأفاضل. شكرا لك طبعا زميلنا زكريا مستوي على هذه التغطية. جميل أن نشوف مثل هذه البطولة الجميلة اللي موجودة في الإمارة الباسمة. اللي لفتني أكثر أن وجود أطفال من عمر 6 سنوات. كل أكيد التوفيق لهم. طبعا أكيد شيء مميز، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. وأيضا شكرا للزميل زكريا مستوي. ونستمر في فقراتنا في حلقة اليوم، حيث تعود إثارة كأس الخليج العربي إلى الواجهة مجددا من خلال مجموعة من المباريات المثيرة، وذلك في إطار الجولة 5 من المسابقة التي تشهد قمم كروية كبيرة.